على بركاته. خذ يا حبيبي في الله هدية من أبي إسحاق الألبيري، وصية هو وصاها ابنه. قال له: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أبا بكر دعوتك لو أجبت، أبو بكر ولده، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مضارب، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أرادت. وكنز لا تخاف عليه لصا، اللي هو العلم هذا، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. بعدين وعظه: إذا ما لم يفدك العلم شيئا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. بعدين ذكر بالله عز وجل: فأكثر ذكره في الأرض دابا، لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. يعني هذا غيظ من فيض. والله القصيدة هذه جميلة جدا، يبغى لي أحفظها إن شاء الله وأديكم إياها كلها مع بعض. وصايا الأولين عجب ودرر، صلى الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. المهم، بداية أسبوع نشاط وحيوية ورغبة إن شاء الله في العمل، ورغبة إن شاء الله تعالى في البذل والعطاء وطلب العلم والاجتهاد إن شاء الله لأجل الله سبحانه وتعالى، اللي يخرج إن شاء الله تعالى لدوام ويحط في باله كده إنه يعف نفسه ويعف أهل بيته طيب بالكسب الطيب الحلال. كانت المرأة إذا خرج زوجها، إذا خرج زوجها لصلاة العفو بعد للكد والتعب والرزق، كانت تستقبله كده عند الباب وتودع عفوا، وتقول له: يا فلان يا فلان، اتق الله عز وجل فينا ولا تطعمنا إلا حلالا طيبا، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. يا الله،